هذا برنامج نقدمه لكم روحا من أمرنا، كما قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. فهذا الروح هو الذي تتوقف الحياة الحقيقية عليه، القرآن. نقتطف من هذا القرآن آيات طيلة شهر رمضان. روحا من أمرنا مع الدكتور خالد فوزي. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.